الملعب راس حربه، عندك تألق مصطفى كبير محمد جدا طبعا حاجز، لمصطفى محمد، مصطفى محمد حاجز المكان ربنا يديله الصحه، وعندك احمد حسن كوكا عامل احمد شغل حسن عالمي. كوكا مش هتقدر تتجاهله، حتى بغض النظر عن انه كل اللي لما بيجي لازم يقدم هو نفسه احسن من كده، لكن مصطفى محمد واحد، كوكا اتنين، محمد شريف مش هقدر ما ابصش عليه. يعني محمد محمد شريف شريف، ولا احمد ياسر ريان ولا شادي رضوان ولا حسام حسن، اسف حسام حسن نعم ولا حسام حسن. لا، ما انا بقول، ما هي الفكره في ان انت عندك 7 8، لكن في الاخر شادي حسين، انا اسف قلت شادي حسين شادي هايل، حسين. بس شادي كمان كابتن هيثم بيلعبه ناحيه الشمال، فبرضه احمد ياسر ريان حاجه رائعه، احمد عامل شغل هايل الف ما شاء الله، سلامه الف عليه. سلامه عليه. كابتن ياسر ريان طمنا عليه على الهوا وقال ان عمل هو هيرجع عمليه قريب ان شاء الله على طول. وكويس وهايل طبعا، من اللعيبه برضو المهاجمين الاقوياء جدا. حسام حسن ماشي بشكل كويس جدا، لكن في الاخر لو انت بتختار 2 او 3 هيبقى مصطفى محمد رقم 1، كوكا رقم 2. اظن ان محمد شريف برضو هيبقى اتظلم لو ما راحش، لان طب هو مش ذنبه ان هو في فتره تالقه الكبيره سحبوا موسيماني. مستر موسيماني سحبه ولاعب بولتر بواليا، ده حقه، وحقه ان هو جايب صفقه عايزها تركب من الاول، وعايز يديله الثقه وعايزه يهدف عشان يكمل معاه الموسم، ده حقه. لكن في الاخر محمد شريف لما راح مع الكابتن حسام هدف، وهدف بشكل كويس، عنده سرعات، خد بالك منتخب مصر اول ما يحرز هدف المساحات الملعب هتتفتح ايوه في كل حته، فهتبقى محتاج السرعات بتاعت محمد شريف، وبعدين ضياعه للفرص قليل قوي، لا وبيجيب من الاخر، هو بيجيب من الاخر وبيجيب من الاخر، شماله شغاله ويمينه شغاله، وادى مع الكابتن حلمي طولان في انبي موسم رائع، وجي مع النادي الاهلي بدايته حلوه، لكن في الاخر انت مرتبط برضو بعدد، يعني لو بتقول لي الثلاثه هقول لك مصطفى محمد كوكا محمد شريف، لكن حسام حسن مادي بشكل كويس قوي، بتفق معاك. احمد ياسر ريان بشكل رائع، شادي حسين مقدم بشكل كويس قوي، مروان حمدي اكيد مع نادي الزمالك هيزيد عن كده، روس حربة المكان ده كويس وفي ناس كتير صحيح.